احنا لسه عندنا كلام تاني في الرياضة، والنهاردة يوم رياضي من الدرجة الأولى. فريق النادي الأهلي عنده مباراة حماسية وقوية قدام فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية. ازاي النادي الأهلي استعد للمباراة؟ يا ترى النادي الأهلي هيقدر يحافظ على المركز الثالث اللي سبق وحققه في البطولة اللي فاتت؟ جماهير الأهلي هل هترضى بأي شيء غير إنها تزود ميدالياتها، خصوصا إن عندها دولاب كبير للميداليات دايما حريصة إنها تعمل فيه تجديد؟ دي أسئلة كتير هيجاوب عليها من أبو ظبي الأستاذ أيمن بدرة الناقد الرياضي اللي موجود معانا على التليفون. أهلا وسهلا أستاذ أيمن، صباح الخير عليك. صباح النور استاذه منى، صباح الخير استاذ محمد، صباح النور يا فندم، المشاهدين الكرام جميعا. يا اهلا بحضرتك يا استاذ ايمن. عايزين نعرف منك في البدايه كده استعدادات النادي الاهلي، وهل هو قادر ان هو يحقق الانجاز النهارده ويحقق البرونزيه عشان يكون الثالث اكتر الانديه تحقيقا للميداليات؟ ده طبعا بعد ريال مدريد اللي معاه 4 ذهبيات، برشلونه اللي معاه 3 ذهبيات وبرونزيه في تاريخ هذه البطوله. الحقيقه طبعا الاهلي عنده طموح كبير ان هو ياخد الميداليه البرونزيه ويحافظ على اللقب اللي حصل عليه البطوله الماضيه. ده طموح يعني لدى اللاعبين والجهاز الفني واداره البعثه، ويمكن ده اللي اكد عليه الكابتن محمود الخطيب وثقته في اللاعبين ايا كانت الظروف. الظروف طبعا اللي بيواجهها النادي الاهلي ظروف غير طبيعيه بالمره، غياب عدد كبير جدا من اللاعبين، اللاعبين اللي انضموا اليه من اللاعبين الدوليين، يعني طبعا كانوا مشاركين في كاس الامم الافريقيه قبل ايام، ويعني في ظروف الحقيقه صعبه جدا يمكن لخصها الاهلي في بيان اصدره بالامس، ووجه فيه 4 شكاوى الى الاتحاد الدولي الفيفا حوالين نظام البطوله وحوالين الظروف اللي بيتعرض لها. ويعني طبعا الاهلي النهارده عنده عدد محدود من اللاعبين، في غيابات كتيره زي ما حضراتكم والساده المشاهدين عارفين، في محمد الشناوي غايب، في بدر بنون غايب، في عمار حمدي، في طبعا ايمن اشرف بسبب الطرد في المباراه الماضيه، قفشه علشان الانذار الثاني. الحقيقه عدد كبير من اللاعبين، لكن التصور انه التشكيل المتوقع هيكون علي لطفي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم طبعا اللي ان شاء الله باذن الله يمثل عنصر مهم في تشكيل الفريق، في محمد هاني وعلي معلول طبعا. الخط الوسط بيدور حوالين اليو ديانج وعمر السوليه، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، ويعني يمكن محمد شريف، حسين الشحات، في طاهر محمد طاهر. طبعا انا بكلم حضراتكم قبل المباراه بحوالي 5 ساعات او 6 ساعات، فبالتالي التشكيل لم يعلن بشكل رسمي، لكن دي اللي كانت بتدور حواليها التصورات التدريبيه في معسكر النادي الاهلي في ابو ظبي. الحقيقه متوفر فيه كل الامكانيات، الاستعدادات هنا على اعلى مستوى، الاخوه طبعا في الامارات هنا بيقدموا للنادي الاهلي وطبعا لنادي الهلال وكل الانديه المشاركه، لكن النادي الاهلي طبعا بيحظى يعني تقدير كبير نظرا للاخوه والروابط القويه اللي بتربط، ده اللي احنا بنشعره طبعا، واكيد ده طبعا على اخواتنا في نادي الهلال وفي كل الفرق المشاركه. اكيد اللقاء النهارده اعتقد مش هيكون سهل ابدا، خصوصا ان كان في نغمه كده على السوشيال ميديا ان اللقاء النهارده سهل بالنسبه لنا والامور بسيطه. احنا عايزين نقول ان القيمه التسويقيه للاعبي نادي الهلال ممكن تعدي ال60 مليون يورو، واحنا القيمه التسويقيه للاعيبه النادي الاهلي المصري يمكن 30 او يمكن 32 او اقل حاجه بسيطه مليون يورو. عندنا الشناوي غايب، عندنا قفشه غايب، الشناوي 3 مليون يورو، القفشه 2 مليون يورو، عندنا 5 مليون يورو النهارده مش موجودين في الملعب بتاعنا. هو حضرتك يعني برضه يا استاذه منى، النادي الهلال الحقيقه قدم مباراه امام تشيلسي، مباراه قويه وكان قادر ان هو يتعادل ربما يتفوق على فريق تشيلسي اللي فاز 1-0 في المباراه الماضيه. فريق الهلال السعودي الحقيقه طبعا بطل اسيا وعنده عدد كبير من اللاعبين المحترفين، عنده حوالي 7 لاعبين مميزين، ويعني الحقيقه عمل تفوق كبير على نادي الجزيره الاماراتي نتيجه لم تكن متوقعه.
وبالتالي احنا بنتكلم على يعني فريق له حظوظ كبيره جدا جدا ومنافس قوي جدا للنادي الاهلي، والتوقعات اللي مكتوبه على السوشيال ميديا ربما يعني يغيب عنها الواقع. التشكيل برضو المتصور لنادي الهلال هيكون عبد الله معيوف حراسه المرمى، في ياسر الشهراني، في علي البيلي، في جانج سو الكوري، في محمد البريك، في جوستاف كوليرا، في سالم الدوسري، ماثيو بيريرا، محمد كونو، موسى مارينجا، اوديون ايجالو. والحقيقه اوديون ايجالو ده يعني وحش الصراحه يعني في الهجوم، بيتفوق بعناصر جسمانيه وقوه كبيره جدا جدا. يمكن كان الهلال المفروض ان هو هيعيد سليمان الفرج، معرفش يعني هل هيقدر سليمان الفرج هل هيشارك ولا لا، لانه كان في كلام على انه خلاص نزل التدريبات امبارح. يعني هو شارك في التدريبات لكن ما اعتقدش انه هيغامر بيه حتى من بدايه المباراه. يعني ان شاء الله باذن الله تعالى طبعا الكفتين يعني متساويتين، او ربما طبعا نظرا للظروف اللي عليها النادي الاهلي وغياب عدد كبير من الاساسيين تكون كفه الهلال الارجح. لكن النادي الاهلي بيعتمد على يعني الدافعيه المعنويه ليه وخبرته في هذه البطوله بشكل كبير، ان هو طبعا بيلعب النهارده المباراه 18 في تاريخه في كاس العالم للانديه، عنده جماهير الحقيقه متعطشه، والجماهير يعني كان عندها اقبال كبير على التذاكر، حتى انه يعني اداره البطوله قررت انها تفتح الساعه، انت عارف حضرتك في ظل ظروف كورونا كان صحيح. في يعني تقريبا 80% من الساعه الرسميه للاستاد استاد النهيان اللي في نادي الوحده الاماراتي، لكن النهارده هتكون الساعه الكامله للاستاد علشان تتيح الفرصه لاكبر عدد من الجماهير، لانه نظرا للنظام المجحف لبطوله كاس العالم الاهلي حرم من كثير من جماهيره في المباراه الماضيه امام بالميراس البرازيلي. الحقيقه لانه بالميراس كان جمهوره عارف ان هو رايح جاي عشان يلعب هذه المباراه، انما الاهلي الاول كان عنده مباراه مع مونتيري، وبالتالي جماهيره مش عارفه هل هو هيتاهل ولا مش هيتاهل، فبالتالي ما يعني احكمت عن الشراء الى ان تظهر الظروف. وطبعا تم اتهام يعني طارق قنديل عضو مجلس اداره، وده طبعا اتهام باطل الحقيقه، كنا موجودين، الراجل ملوش علاقه خالص، وموجود بالصدفه يعني في تسويق عضويات النادي الاهلي، قالوا لا ده باعوا التذاكر اوريدي على السيستم. طبعا جماهير بالميراس حجزتها، لكن ان شاء الله النهارده في اقبال كبير من جماهير النادي الاهلي والجاليه المصريه اللي هنا، وان شاء الله باذن الله تعالى يكون الجمهور يعني جمهور الناديين الحقيقه الشقيقين من مصر والسعوديه يظهر بصوره تتناسب مع العلاقات التاريخيه والاخويه وكل الروابط اللي بيننا وبين بعض، وفي النهايه يفوز الافضل. انا طبعا كمصري بتمنى فوز النادي الاهلي ممثل الكره المصريه، وبتمنى عرض قوي جدا من الفريقين، ان الهلال السعودي نادي كبير وله مكانته يعني الاسيويه والعربيه. أكيد كنا حابين طبعا نستفيد من وجودك أكتر، لكن وقتنا خلص. الأستاذ أيمن بدر الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لتوضيحك كتير من الأمور.